بشير يخرج عن صمته ويكشف إحدى مفاجآت العرس، شاهد المزيد من التفاصيل. كما يعرف الجميع، فشاهد شيرو أعلن مؤخرا عن موعد عرسهم اللي راح يكون هذا الشهر وتاريخ 26. فشيرو نشر ستوري أكد من خلاله إنه في كتير مفاجآت راح تكون في العرس، أهمها إنه شيرو فتح مشروع خاص فيه، وقامت عائلة البيوتي بوضع العديد من أستوريات عم يبركوا لشيرو بهذا الإنجاز، وتوقع الجمهور إنه كمان صهر أسامة بارك له في هذه الخطوة. أيضا أسامة عمل إعادة نشر لمقطع باللغة الإنجليزية كان يقول: هل لديك نفس الشخص الذي يستحق هذه الرسالة؟ والرسالة كانت تقول إنه الله يحول دموعك إلى ابتسامة، ويحول ألمك إلى قوة، وهمومك إلى سعادة. وكل التعليقات على هذا الريبوست اللي قام به أسامة كانت تدعي له ولشيرين، والواضح إنه الجمهور حابب يشوف أسامة مع شيرين.